بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في هذا المقطع المتجدد من دروس الاهتزازات. نواصل معكم مع المحور الخامس متعلق بالسوسياسيون دي سيستم فورسي. كنا شفنا بلي عندنا تروا تيب ديكسيتاسيون فورس ديبلاسمون، هذا تناولناهم، واليوم رانا مع الجزء الثالث والاخير اللي هو متعلق بليزيكسيتاسيون دو تيب بالور او اكسيليراسيون. كنا شفنا علاش، كنا شفنا لا ريبونس انكسيتاسيون دو تيب بالور وشفنا لا فورس ترانسميز، واليوم نشوفوا لو فاكتور دو ترانسميسيبيليتي. اذا اخواني لو كوفيسيون ولا لو فاكتور دو ترانسميسيبيليتي هو عباره على لو رابور de la force transmise sur la force de l'excitation. Et on a la force transmise, on a la force de l'excitation, ou la due à l'excitation. Et donc, le rapport binatum est le coefficient ou là, le facteur de transmissibilité. La force transmise qu'on a calculée, on a le canon de la force. De l'excitation كيف كيف ايضا حسبناها نعرفوها. ولاحظوا معايا باللي نقدر نكتب اوميغا وكاري، هذه انتما كلكم تعرفوا باللي ار يساوي اوميغا على اوميغا 0. دونك تقدروا تقولوا باللي اوميغا يساوي ار فوا اوميغا 0، دونك او كاري au carré, au carré. Donc, je peux remplacer oméga par cette expression. Une fois je remplace par cette expression, bien sûr, rah naqder nkhtazl oméga 0 carré ma'a oméga 0 carré ou l'am ma'a l'am l'e ma'a l'e. ايضا نقدر نختزل ارو كاري مع الارو كاري. اذا هذو كلهم يروحوا وما تبقى لنا غير هذه. دونك نشوفوا الانيماسيون اللي رانا دايرينها، شوفوا الانيماسيون اللي رانا دايرينها. اذا ار نعرفوه، دونك اوميغا كاري تساوي ارو كاري اوميغا 0 كاري. دونك جو رومبلاس جو سامبليف، نحي كلش، هاو واش يبقى لنا. هذا نسموه لو رابور دو ترانسميسيبيليتي. دوكا نشوفو كيفاش يتغير لو رابور هذا اون فونكسيون دو ار اون فونكسيون دو كسي. الاهميه تاع الرابور هذا وين تبان؟ الاهميه تاع الرابور هذا انو نعطي لك اون فورس صغيره تاع ليكسيتاسيون، وشحال تكون لا فورس اللي نستقبلوها، لا فورس ترانسميس. دونك تخيلوا معايا انو نقدر نامبليفي دي فورس، نقدر نشوف كي يكون عندي ان بالور كيفاش تفيبري لا ماشين اون تيرم، يعني اسكو لي زامبليتود دي فيبراسيون يكونوا كبار ولا ما يكونوش كبار. دونك نقدر نلعب على ار ونقدر نلعب على كسي، باش ماذا بيا احيانا تكون تدخل اف زيرو كبيره تخرج اف دو تي صغيره، او العكس احيانا نحب نمد اف زيرو صغيره تخرج لي اف دو تي كبيره. من بعد تشوفوا واش راني نهضر كي نحبوا ندرسوا لي كابتور كيفاش نقدروا نستغلوا هذه الوضعيات. المهم عندي ان كا وين يكون ار اصغر من راسين دو دو بور افوار ان كوفيسيون دو ترانسميسيبيليتي الفي، ايلي بريفيراب دافوار ان امورتيسمون فابل. معناه اذا كان عندك ار اصغر من راسين دو دو، اذا حبيت يكون عندك كوفيسيون دو ترانسميسيبيليتي كبير لازم ان فاكتور دامورتيسمون صغير. هذه الملاحظه الاولى. ملاحظة ثانية، في الحالة نتاع ار اكبر من راسين دو دو، بور افوار ان كوفيسيون دو ترانسميسيبيليتي الفي لازم يكون عندك ان فاكتور دامورتيسمون كبير. اذا تختلف الامر، اصغر من راسين دو دو اذا حبيت تي يكون كبير لازم لامورتيسمون يكون فاب، اذا علاقة عكسية، هذا كبير الاخر يصغر، كل ما يصغر فاكتور دامورتيسمون لو فاكتور يكبر. هذي كي يكون ار اصغر من راسين دو دو، اذا كان اكبر من راسين دو دو لا، كل ما حبيت انت يكون عندك تي كبير
لازم لو فاكتور دامورتيسمون يكون كبير، لو تو دامورتيسمون يكون كبير كسي. اذا يسموها شغل علاقه طرديه. Ces conclusions sont inversées si le ballon est dû à un défaut de fabrication d'une machine tournante, que l'on désire isoler par rapport au son. Et هذا الزوج اللي حكينا عليهم بصح اذا كان عندي ماشين تورنونت وحابين نيزوليوها نعزلوها على الاهتزازات بسبت لو بالور دونك لازم ندي العكس لازم هذا بيا لو رابور دو ترانسميسيبيليتي شكون يكون اقل اذا كان عندي راسين دو دو اصغر من الصفر باش يكون عندي لو فاكتور دو ترانسميسيبيليتي صغير لازم نزيد لو فاكتور دامورتيسمون باش نقصوا لانه علاقه عكسيه بيناتهم اذا كان عندي ار اكبر من راسين دو دو واش لازم عليا ندير لازم عليا نصغر لو فاكتور دامورتيسمون باش يصغر لو فاكتور دو ترانسميسيبيليتي دونك ممكن يجي في بالكم سؤال على ار علاش عندي هاد الخيارات لانه انا على بالكم ار شكون هو ار هو العلاقه بين la pulsation de l'excitation et la pulsation du système. Donc, à l'heure, je n'ai pas le choix. Le rapport à l'heure, je ne peux pas le faire. Le système a un certain oméga ou le fonctionnement de la machine me frotte à l'IA. Et donc, nous allons le taux d'amortissement. Ou si on a un choix R, dans ce cas, on va jouer avec eux. On va jouer R qui s'aide et on va jouer le taux دامورتيسمون اللي ساعدني المهم انتم اول حاجه لازم تعرفوا ار لازم تعرفوا لو رابور تاعكم لازم تعرف لا بيساسيون دو فونكسيونمون بيساسيون بروبر وتعرف لا بيساسيون دو ليكسيتاسيون كي تعرفهم تعرف ار تعرف راك فوق راسين دو دو ولا اصغر من راسين دو دو هذاك النهار تعرف كيفاش تدي لو تو دامورتيسمون اذا كان حاب تنقص تي تعرف ايضا كيفاش تديه اذا حاب تزيد تي الان راح نشوفوا ابليكاسيون او كابتور هذه بيان سور خليها الفيديو اخر ان شاء الله لذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.